أبو عبد الله، جربت تطرح هذه الكتب وتناقشها مع فقهاء علماء من الشريعة أو حتى مهتمين بهذا الجانب؟ مثقفين على وسائل التواصل وبعض الأقارب يعني. نعم. وش كان كيف كانت قراءتهم للأفكار وكيف كنت ترد؟ البعض الحقيقة للأسف البعض يعني تكون ردة فعله صعبة شوي وغير مقتنع ويعتبر هذا يعني ممكن يصنفك خروجي من الدين، وبعضهم قليل منهم ولله الحمد بعد فترة من الحوار والجدل والنقاش تجد أنه أصبح يتبنى الأفكار، أصبحت الأفكار بالنسبة لهم مرضية مقبولة لأنه يجدها تتوافق مع القرآن والسنة، فما يجد عذر للإنكار. أنت عندك جانب سلط الضوء عليه بشكل كبير جدا، اللي هو جانب الترغيب، في يفضل أنك تسلط الضوء عليه عندما تخاطب المسلم وغير المسلم حتى. للأسف احنا برضو جانب كبير من ثقافتنا يتكلم دائما عن الترهيب فقط، يعني أهوال القبر، أهوال يوم القيامة، الموت والعذاب، حتى الله سبحانه وتعالى يصورونه بعض المفاهيم أنه متربص بالعبد، ينتظر عبده أن يزل بكلمة بلسانه فيهوي به 40 خريفا في النار، علما أن الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون، كل نفس بما كسبت رهينة، لا يقول بما كنتم تقولون أبدا، دائما جزاءك العمل بالعمل، مصداق كلامك هو عملك، إذا صادقت عليه بعملك فهو يحسب عليك أو لك، إذا لم تصادق عليه ربما تتراجع عنه، تغيره، لا تكن تعنيه أساسا أو تقصده، خانك التعبير أو أخطأت باللفظ. لذلك الله عز وجل لا يحاسبنا إلا بالعمل وليس بالقول. بس في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله يخالف هذا الفكرة اللي ذكرتها، اللي في معنى الحديث وهل يكب النار وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. حصائد ألسنتهم. إذا قلت كلام أدى إلى أعمال أو أضرار بالإنسانية وفساد وسفك دماء فستحاسب على ذلك. الغيبة والنميمة طيب ممكن تدخل من ضمنها؟ أي إساءة باللفظ، أي كلام منك يؤدي إلى أعمال تضر الإنسانية، بالتأكيد قوانين الله في الكون دقيقة وعادلة، ستحاسب على ذلك. لكن إذا تناقشت مع شخص في حوار وجدل، هل هذا يمنعك أنك تطرح أي سؤال؟ لا، وجدد فكرك بالعكس. أي نعم، إذا أنت حطيت، لأنه جاء واحد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لقطع واردك، قال إذا لي بالزنا يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قمع الفكرة بل أخذ بالحوار وبدأ يأخذ ويعطي معاه إلى تدرج معه بالفكرة. هذه ملة إبراهيم، أبينا إبراهيم الحنيفية. أبينا إبراهيم يأتي الأهل الأصنام، يأتي الأهل الكواكب، لا يكفرهم ولا يلعنهم بل يدخل معهم بفكرهم، يقول أنتم تعبدون هذا الكوكب لماذا؟ لأنه كذا وكذا، أنا أعبد الكوكب الثاني لأن كوكبكم يخرج إذا خرج الكوكب هذا، هذا ربي. ثم بعد أسبوع يغير الفكر، يقول لا الكوكب الآخر هو اللي يحرك هالمجموعة هذه كلها، بعد يقول لا الشمس لها اتصال بالنبات وتحيينا وتأثر بنا أكثر، بعدها يهدم الفكرة من الداخل، لا يواجه المجتمع أو يواجه الآخر بالإنكار أو الإساءة أو التكفير. هذه حنا مشكلة عندنا حقيقة كانت في السابق، الآن لله الحمد اختفت من المجتمع تقريبا.